تخيل ال 30 بيعمل 76 نقطة، ال 24 بيعمل 54 نقطة، لو اتكلمنا على 25% من ال 76 يعني بنتكلم على 19 نقطة، ولو بتكلم على ال 54 بتكلم على 13 نقطة. فالليترشر بيقول ايه؟ بيقول ان انا لو عندي اقل من 25% من البوينتس في البروبابيلتي بتاعتها اقل من 5%، او عندي اقل من 8 نقط اقل من 1% في الباترن ديفيشن ده هعتبره ايرلي. واهم نقطه بقى ان ما عنديش اي بوينت جنب الفيكسيشن اقل من 15 ديسيم زي كده. لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان النقط السيجنيفيكانت طالما خدت اللون الغامق ده يعني انها بتتراوح من اقل من 1%، يعني ميز انها اقل من 5% شويه. لو عدينا هنا هنلاقي ان هما 6 بوينتس، يبقى انا في الحاله دي بتكلم على ان هو ايرلي. لو جيت هنا لو عدينا النقط اللي هي اقل من 5% اللي هي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى انا بتكلم على 8. ومع ذلك انا عندي هنا جنب الفيكسيشن في ماينس 12، لكن ستيل انا اقل من ماينس 15، ستيل ذيس فيلد از ايرلي. نفس القصة في الفيلد ده برضو، النقط هنا كلها معظمها أقل من 5، لكن ما فيهاش حاجة كتيرة أقل من 1 غير واحدة بس. المودريت افكتس بقى ابتديت أتكلم على هيمي فيلد، يعني ابتديت أدخل في 50% من الفيلد افكتد أو 1 كوادرنت منه افكتد بليفل أعلى بمور سيجنيفيكانت افكتد. بس دخلنا في نقطة برضو إن أنا ما لاقيش بوينت adjacent للفيكسيشن أبسوليوت أقل من زيرو، ولو لقيت ما لاقي نقطة واحدة بس أقل من 15 زي كده. بمنتهى البساطة إن أنا ابتديت أشوف هيمي فيلد إيفكت في الباترن ديفيشن حتى من غير ما أعد، وده مودريت. نفس القصة هيمي فيلد إيفكت وابتدى يجي لي جنب الفيكسيشن نقطة بس النقطة دي ماينس 6 ما تفرقش معايا. هنا واضح قوي ان هو هيمي فيلد ديفكت اركود، يعني واخد الديفكت كله 50%، يبقى ده ستيل ايم ان مودريت ديفكتس. هنا بقى انا عندي نقطة واحدة هنا ناقص 18، بالرغم انه مش واخد هيمي فيلد ديفكت لكن هو ناقص 18، هنا دخلت في مودريت لان ظهرت لي نقطة اكتر من ناقص 15 جنب الفيكسيشن. السيفير ديفكتس بقى، السيفير ديفكتس اكتر من ماينس 12، وابتديت ازود على اكتر من هيمي فيلد ديفكت افكتد. بس هتستغربوا قوي انه اعتبر ان انا لو لقيت بوينت واحده ادجيسنت للفيكسيشن ابسوليوت اعتبره سيفير، لان هو الاول احنا اتفقنا ان الفيلد ديفكتس الايرلي بتبان في البريفري اكتر. ويعتبر ان انا لو لقيت ان في بوينتس اقل من 15 في البوست هيمي فيلدز adjacent to fixation this is severe، يعني بمعنى اخر حتى هنا تلاحظوا ان اداني outside normal limits مع ان في الحقيقه انا ما عنديش غير 3 بوينت بس البوينت دي ابسولوت. ودي حاجه كنا لا يمكن نقول عليه ان ده سيفير، لا هو بيعتبر انه سيفير طالما ان احنا مسينا البابيلو ماكلر باندل ووصلنا ان احنا بقينا في عندي سنترال ديفكت. هنا عندي ديفكت واحد هنا في الهيمي فيلد ده وابتدى يظهر فوق اهو، ابتدى يظهر فوق، وهنا قرب من الفيكسيشن واداني ابسوليوت ديفكت. نفس الفكره هنا برضو اداني ديفكت قرب من الفيكسيشن واداني ابسوليوت، فكل ده بقى كونسيدر سيفير. طبعا دي من غير حاجه، كل الابر هيمي فيلدز ابسوليوت سهل جدا ان انا اقول عليها سيفير، ونفس القصه هنا. طيب بقيه الفيلد فايدته ايه؟ اتفقنا انه في البروجريشن. كلمه بروجريشن عايزين نفهم الديفينيشن بتاعها، ان احنا بنسميها it's a modification inside the illness وليست magnitude. يعني ايه؟ يعني مش عشان لقيت ان الفيلد كارقام ثابته او معتبر ان هو ده ما حصلوش progression لازم ابص ظهر
في نقط جديده كمان ابتدت تقول ان في افكشن. يبقى اذا البروجريشن ما هوش ماجنتيود بس، لا البروجريشن كمان شيب. خلي بالنا قوي وانا بقول البروجريشن هنا بقى فيرابيلتي انديسز مهمه جدا، لان ما ينفعش مثلا اجي في عيان مديني هاي فورس بوزيتيف واقول ده اتحسن. طب هو مديني هاي فورس بوزيتيف عمال يدوس وخلاص، يبقى ما ينفعش. ولو مديني هاي فورس نيجاتيف او فيكسيشن لوسز برضه ده يبقى جاردن، ولازم اتاكد قبل ما اقول ان هو بروجريسيف. احنا كنا الاول بنشوف البروجريشن عن طريق المين ديفيشن بس الحقيقه لا، ان المين ديفيشن ده ما هوش سنسيتيف قوي للبروجريشن، لانه اولا بيعمل حساب الايدج كوركتد نورمال فاليوز، بيعمل حساب الديجري اوف فاريانس في التست لوكيشنز عامه، ومش بيظهر الفيري ليتل فلكتويشنز اللي ممكن تحصل. ولقوا كمان ان انا لو عندي ليميتد سيكتورز افكتد مش هتأثر قوي على المين ديفيشن. طيب امال ابتدوا ايفالويت البروجريشن ازاي؟ عملنا الايفالويشن اوف بروجريشن بثلاث حاجات. الكلينيكال ترايلز، الحقيقه كل الكلينيكال ترايلز اوف جلوكوما حاولت تحط سكور للبروجريشن، بس ده ما مشيش قوي. ليه؟ لان السكور كله ما كانش فيه ستاندرد بيزس واضحه، يعني بيعتمد سبجكتيف. في حاجه بقى سموها الايفنت اناليسيس، اللي هي بنسميها الجلوكوما تشينج بروبابيلتي. والجلوكوما تشينج بروبابيلتي ده مسته وموجود في الهامفري انه بيركز على كل تيست لوكيشن ويشوف حصل فيها تشينج قد ايه. وفي حاجه اسمها ترند اناليسيس، اللي هي كانت بتعتمد على المين ديفيشن، انه يعمل لي كيرف للمين ديفيشن ويشوف المين ديفيشن بتتاثر قد ايه. دي أول حاجة كنا بنستعملها للفولو أب اللي هي الأوفر فيو، بيتحط لي وأنا ببص بعيني وأشوف كمية الديفكتس زادت قد إيه، أبص على الباترن ستاندرد ديفيشن أشوفه عيني قد إيه، أبص على المين ديفيشن أشوفها فرقت قد إيه، وريبورت إذا كان في بروجريشن في الإكستنشن أوف ديفكتس أو في الدبث أوف ديفكتس. بعدين ابتدى يظهر عندي ترند أناليسيس اللي هو ده، اللي هو بيديني ماب للمين ديفيشن ويوريني ان المين ديفيشن اتحسنت شويه وبعدين رجعت قلت، بس زي ما اتفقنا ان المين ديفيشن لسه عليها كلام في انها فعلا بتعبر عن البروجريشن ولا لا. بعد كده ابتديت اشوف الجلوكوما تشينج بروبابيلتي، وابتدى يحط لي بقى علامات معينه توضح لي الجلوكوما تشينج. بس هو بيعتمد هنا انه بيستعمل تو فيدز كبيز، يعني ما بيقدرش، لازم يبقى عندي عشان استعمل جلوكوما تشينج لازم يبقى عندي ثلاثه فيدز، لانه بياخد اول اثنين كبيز لاين وبعدين يبتدي يقارن بالثالث، ما ينفعش استعمله مع تو فيدز بس. بيعمل ايه؟ بيعلمني علامه مثلث فاضي لو شايف ان التشينج ده حصل لاول مره في ثالث فيلد، وبعدين يعلم لي علامه كده لو لقى انه حصل مرتين، وكده لو حصل في ثلاث مرات. والاوت اوف رينج ده معناها ان هو من الاصل ابسوليوت وبالتالي مش هينفع معاه التست. ده المنظر اللي بيحصل هنا. بنشوف بقى في البروجريشن ان انا عندي في هنا اهو، في ادي الاوفر فيو موجود، ادي الترند اناليسيس موجوده، وفي نفس الوقت بقيه الورقه بتطلع بالشكل ده. عندي هنا الباترن ديفيشن، عندي الباترن فروم بيز لاين، وهم بيعلق لي بيقول لي ان هو برده مش مقتنع ان التست ريلايبيلتي هنا لو، لكن بيديني العلامات اللي هي المثلثات اللي احنا شايفينها، اللي بيقول لي ان المناطق دي اول مره يظهر فيها الديفكتس ده. هنا مثلا هيروح مكانسل ده، لان ده غريب جدا انه جه في النص بقى بروجريسيف قوي كده وبعدين اتحسن، فده بيعتبره انريلايبل ويشيله خالص من البروجريشن بتاعه. وبعد كده بيروح مطلع لي بقى بعد ما قرا يقول لي في possible progression ولا likely to be progressive according لعدد المثلثات السوداء والمثلثات البيضاء اللي لقاها في التست، اللي هو بالتكبير هتبقى كده. هنا مثلا بيقول ان في possible progression لانه لقى 1 2 3